الحمد لله، الفريج كله فرحوني. الموت ما في شماتة، إن كان على قوم بن ضاوي أو قوم بن ذياب. بس احنا محسوبين على قوم بن ضاوي ولازم نفرح مثل ما كل الناس فرحانة. أرد أقول لك، العداوة بين صقر وذيب خسارة لليميع، إن فاز فيها صقر أو خسر. حكي الكتب، هذه حبيبتي انا ما عارفه، واصلا كل اللي انت تقولينه حق البنات عند الناس وايد حرام. هم يظنون ان انا اعلم بناتهم شيء مو زين، انهم ما تعودوا. بس بالصج انا مو ضد المطوع. انزين، انت ما قلتي لي على شنو رسيتي؟ ايش بتقولين حق بنضاوي؟ ايش تقصدين؟ في سالفه غير اللي قلتيها انت لي؟ ما ادري ايش اقول لك. ما ينقذني من بن ضاوي الا من ذياب. ايش تقصدين؟ السلام عليكم يا طويل العمر. وعليكم السلام. أنا أحبك يا شيخ ذيب، وما ظن أحد في قوم بن ذياب كلهم حبك مثل. وأنا ما قصر معاك، وأنت تدري. أقصد أنا خايف عليك من ضربة خاين في الظهر. سلطان إيش تبي تقول؟ لا تلف وتدور. وايد ناس مو مرتاحة، مو قادرة تدفع. لا تكمل. خير هالديرة احنا اساسه من ايام جد جدي، ما حد كان مرتاح، وجدي ما كان خايف ان تيله طعنه من خاين بظهره. حي الله اختي خزنة، فرحت بشوفتك. يا بعد عمري الله يحييك، وانا اللي مستانسه اكثر منك. سمعي الاخبار الزينه، دي بيقول حياك في بيتك معززه مكرمه، الخير ملفات واللي تامرين عليه. وانت صدقتي؟ اي صدقته. خزنة انت شفيك؟ على هالعشره اللي بينك وبينه لحم ما تعرفين رايلك عدل؟ كلك المثل الذيب ما يهرول عبث. رايلش في باله شيء. المهم شلون ولدك؟ مسكينة ذياب حالته ما تصر، ما يتحرك فيه إلا لسانه. حسبي الله على اللي سواها فيه، ويعلم إن شاء الله في شقة في راسه ما تذبحه، تخليه عايش ليل نهار مبطل حلجه. دريتي سما وصلت؟ ايوه علي السما، اخوش بنيه. صدقين ذياب ولا تهنى معاها؟ يعني ذياب معرسها لسما بنت منضاوي؟ اقول لك ما دش عليها. ايوه علي، تصوب في نفس الليله ويا على الشلل في يد اللي صوبه. فيك يما؟ لا يما، ماكو شيء. هو نفسه راعي الغنم، راعي غنم يسوي كل هالفعايل. شيء ما يدش المخ. هذا لو بنيوهر كان مطشر راسه وحاذفه بالحفرة كان الحين افتكينا من زمان. يا عمي أنا أبغي أقول كلام بس أخاف تزعل علي. بنيوهر قوي وعنده عضلات بس، لكن عقل ما فيه، وشغلنا نحن يبغي العقل. اسمع، أنت اللي عندك عقل، أبي أقول لك شيء. أبيك تروح تصب الحكي في إذن بنضاوي حرف حرف. قول يا تاج راسي، أسمعك. ملزم تطرد فارس اللي ينقذني؟ أنا لا بطرده ولا برحب فيه.
عقب كل اللي سوالي يبقى أنقذني من موت أكيد. يا ابني لك رجعني للبيت. جزاه الله خير على اللي سوالك، بس أطباع ما تعجبني. فارس؟ أول مرة أشوف راعي غنم رافع خشمه. ترى هو وايد طيب. ما أدري، بس أنا مو مرتاح له، وأحسن لي إذا يبي يعيش مع أم حمدة لا يجرب صوبنا. وأنا ما أخفيك، أتمنى أني ما يقعد في بيتي الجديد. ما علينا من راعي الغنم الحين، أهم شيء إنك جيتي لنا بالسلامة. واضح إن بن ذياب مسوي لنا فخ. سمعي خزنة، لا أنا ولا ولدي نبي نرجع. خالد الحمد لله يشتغل في البحر وأموره طيبة. زين الحين إذا رجعت فريجنا شو أقول لك؟ تقولين له ما يبون يرجعون. طول ما بن ذياب راسه يشم الهواء فراق عيد. لا يتعب نفسه. بس في النهاية الوحدة ما ترتاح إلا ببيتها. أي بيتها؟ أي بيتها خزنة؟ بيتي اللي قلبها سجن؟ ترى أنا طالع من الموت. بس هو يبي مني الرد. خزنة، تاخذين نصيحتي، تمي عندي أختي هني معززة ومكرمة، لا ترجعين له. وخلي ولدي عنده بروحه؟ تبيني قطه في البر؟ شفتي شلون؟ وتبيني أروح وياك؟ سمع يمه؟ ناديتيني؟ إيه يمه، سمعت إن خزنة مرت بن ذياب موجودة عندنا، صدق هالحكي؟ صح، مرت على وضحه وراحوا بيتنا الجديد. زين وأنا؟ ما فكرتوا في حالي؟ شلون يعني ما فكرنا في حالك؟ يمه، أنا لين الحين على ذمة ذياب، ولو تنطبق السما على الأرض ما راح أرجع له. ولا إحنا أصلاً نرضى إنك ترجعين له، يخسي وعقب اللهوة. الله يخليك يمه، حاكي أبوي، خليه يطلقني منه، فكوني من شره. إن شاء الله بكلم أبوك. فارس، حياك حياك.